السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. I finished my fourth prayer of Eid today with the community. الحمد لله. And now it's time to go home. And to be with the family. Inshallah. And to see what they are preparing for us at home. Let me turn the car back, inshallah, and to see how can we. Birmingham is alive now, is awake, and we need to go to the other direction. Alhamdulillah, صليت الصلاة الرابعة بتاعت العيد مع الشباب في الحديقة. إن شاء الله نروح البيت دلوقتي خلاص. نروح البيت مش عارفين بقى ايه. طبعا العيد ده هو العيد بتاع ايه؟ بتاع الفتة. This عيد is the عيد of فتة. I don't know what the people, the English speaking will understand فتة. Is as what, and Fata is boiled lamb and soaked bread in the broth of the boiled lamb, covered by rice, and sometimes put onto it tomato or garlic or plain, and you eat it as very deadly vessel. So you eat it and you go to bed. This is fatta. يعني الفتة زي ما انتوا عارفينها اللي هي أكل الناس أول يوم العيد بعد ما بحر خرفان. أما كان في ذبح الخرفان زمان، بس شوف الطريق العمومي عشان الشارع ده شارع كبير، يعني الناس صحيت من النوم. يلا شارع كبير جدا. الحمد لله ربنا نجانا. والفتة هو طبعا الطعام الأساسي بتاعنا احنا كمصريين يوم العيد بعد الذبح. فالخطبة النهاردة الرابعة كانت عن تضحيات سيدنا إبراهيم. The fourth speech on the prayer for the prayer was about the sacrifices that Prophet Ibrahim alayhi salam made, and that's what the concept of Hajj is around, the life and the sacrifices of Ibrahim alayhi salam, of Hajar alayhi salam, of Ismail alayhi salam. يعني الحج، قصة الحج كلها تتلخص في تضحيات عائلة متكاملة، اللي هي العائلة الإبراهيمية اللي هي فيها هاجر، أمنا هاجر عليه السلام، وفيها أبونا إسماعيل عليه السلام، وأبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هو الحج عامة على هذه الأسرة التي ضحت بكل شيء وأثبتت أنها أسرة صادقة تعطي ما تشاء. لذلك this Hajj is about the family of Ibrahim عليه السلام. All of them gave sacrifices. لذلك خلدوا في الحرم. الحج ينسب لإبراهيم عليه السلام، وبناء الكعبة ينسب لإبراهيم عليه السلام، هو وإسماعيل عليه السلام. وشو بقى ربنا أعطاهم إيه فيما بعد؟ فالحج وبناء الكعبة مذكورة عندنا. The process of Hajj and building the Kaaba is for Ibrahim, helped by his son إسماعيل عليهم السلام. Then what Hajar did
وماذا فعل السيدة هاجر عليه السلام حينما تركها إبراهيم في وسط مكة؟ And what did Hajar do when Ibrahim عليه السلام left her alone with her suckling baby in the middle of a desert? No water, no food, no shelter, nothing. And تركها إبراهيم عليه السلام في مكة في وسط مكة لا ماء ولا زرع ولا ناس. فسألته سؤال واحد. She asked him one question. Is that your decision or Allah? هل هذا أمرك ولا أمر من الله؟ الله ومشي. فقالت إن الله لن يضيعنا. Allah will never actually forget about us and will always look after us على سبحانه وتعالى. Then she went وراحت تدور على مية وطلعت الصفا والمروة سبع مرات. لذلك خلدت السيدة هاجر بالصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة اللي أصبح هو جزء من العمرة وجزء كذلك من الحج، وأصبحت الساكرفايس بتاعت هاجر نفسها هي جزء من العمرة وجزء من الحج نفسه عليه السلام. وتضحية إسماعيل أصبحت في أن ربنا طبعا إسماعيل لما ربنا أمر أني أعرف من أنا أسبحك، لما أمر سيدنا إبراهيم أنه يسبح ابنه إسماعيل بعد ما بلغ معه السعي قال أبي تفعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من صبرين، لو ذبح إسماعيل عليه السلام the sacrifice of إسماعيل was when he was ordered by his father and told him that Allah asked me to slaughter you. He said, oh, do whatever you want, daddy. Will be among the patient. So the sacrifice of Ismail to accept to be slaughtered by his father. Then Allah, when he looked at this family, actually he gave them all these rewards to Ismail. And inside the haram is Hijr Ismail. Hijr Ismail is in front of the Kaaba. Whenever you go there, you do two rak'ah in Hijr Ismail. اللي هو وعطاء ربنا لإسماعيل أو اللي هو ثواب إسماعيل عليه السلام في اللي هو إن كل الناس بتصلي ركعتين سنة لما تخش الحرم في حجر إسماعيل. يبقى ما بين الحج الكبير اللي هو سيدنا إبراهيم ما بين السعي والصفا والمروة السيدة هاجر والصلاة عند حجر إسماعيل لسيدنا إسماعيل عليه السلام. دي قصة اللي هو these are sacrifices that this family did. That's why Allah rewarded them abundantly till the day of judgment, inshallah. الآن نبدأ التكبير. And now we start actually تكبير, inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد
وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Back to Bristol Road. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وصلنا البيت. Now we arrived home. See you. عيد مبارك to all of you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.